بعض الناشرين دون استثناء وقفتنا ممتدة ولن نصمت ولن نركع لطردهم وقمعهم. مناضلون صامدون في الاسباب في النقابة الوطنية في الصحافة المغربية. تحية لإيطاليا الجميع. لننصرف. شكرا بزاف. شكرا لاخر الراق على اللوجيستيك. شكرا لكل مصور صحفي كل باسمه. شكرا لكل زميله وزميل. شكرا لكل مناضلين. وغادي نعطي واحد الكلمه للاخت حسنه قبل ما نمشي. للزملاء سواء صحفيين او لا المصورين الصحفيين والنقابة الوطنية اللي ساندتني وكانت واقفة في جنبي بكل ما اوتيت. وحنا دابا خايدين واحد مجموعة تكون مجموعة من الاحتجاجات، وهذه ما هي الا وقفة اندارية اللي تبين هذا التعسف اللي تعرضت ليه واللي جاني، يعني على اثر رساله تفيد بانهاء العلاقه الشغليه بحسناء زوان بسبب كورونا. كيف كورونا والدوله غتكفل بثلاثه اشهر؟ يعني غتخلصني اجري. اذا لمن سيعود؟ اجري فين غيمشي خلال ثلاثه اشهر؟ علما انه كانت الاقتطاعات خلال ثلاثه اشهر السابقه، يعني ابريل وماي ويونيو كلها تخلصنا ب 50%. 50% بعمل مضاعف وبصفحات. انتم صحفيون وتعرفون قله الاشهارات، وهذا يعني كلها كيولي الثقل على الصحفي خصو يعمر هذوك لي باج. يعني كنا نطالب بعمل مضاعف وباجر وبنصف الاجر. وبعد مرور هذه الازمه واستبشرنا خيرا بالدعم اللي جانا من الدوله، فاذا بي افاجئ والسبب انضمامي للمكتب النقابي بصفة نائب الكاتب العام، علما أنه معي رئيس التحرير ومعي سكرتير التحرير ومعي رئيس القسم الرياضي. هادو شوية غالين عليه. حسنا ديتها رخيصة، جريو عليها ما كاين مشكل. قلت لك انا كنشكرهم كل الشكر، وهذا معهود فيهم وحنا زملاء في المهنه. وكنشكر النقابه الوطنيه على التضامن ديالها وعلى الوقوف ديالها وعلى السند. ساندتني ومازال تساندني. شكرا. لا يمكن ان نقول خلفيه، ليس لي حساب. اين هي الماديه؟ اين هي الماديه؟ والدوله غتخلصني ثلاث شهور. اين هي الماديه؟ كاينه شي ماديه اكثر من تقتطع نصف من الاجر ديالي؟ السبب نقابي محض. السبب نقابي محض، وفي وقت وجيز مباشره من بعد تاسيس الاعلان عن تاسيس المكتب النقابي. يعني السبب نقابي بالاصل، يعني حرام. حتى العمل النقابي حرام. في ضرب واضح وصريح لمدونات الشغل، في ضرب واضح وصريح للاتفاقيه الجماعيه. اليوم تنقولوا بصوت واحد على ان الطرد ما غيخلعناش، ولاننا مستمرون في الدفاع عن كرامه الصحفيين والصحفيات، واننا مناضلون من اجل حقوق اجتماعيه كامله واقتصاديه كامله وقانونيه كامله للصحفيين والصحفيات. ما اقدمت عليه اداره مؤسسه المساء هو خرق قانوني واضح، هو مس بالحق النقابي، هو مس بحريه النقابه، وهو مس بحق امراه صحفيه اشتغلت لديها اكثر من ثلاث سنوات وطردتها دون حقوقها. الخزي والعار لهذه المؤسسات التي لا تحترم حقوق الصحفيين والصحفيات والاجراء والاجيرات. الخزي والعار لكل من استفاد من الدعم العمومي ولم يمنحه للصحفيات والصحفيون. ان النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه واضحه في هذا الامر. لا لطرد الصحفيين، لا للتضييق عليهم، نعم لاحترام الحقوق، نعم لاحترام القوانين. وتنقول بصوت واحد، هذه ليست وقفتنا الأولى ولن تكون الأخيرة، وهذه ليست محطتنا الأولى ولن تكون الأخيرة. وما أقدمت عليه مؤسسة المساء جريمة في حق القوانين المغربية. هذا
ضربوا لي حقوقي لحق التنقيب الصحفي. هذه مؤسسة لا تعمل بحق الصحفيين في الانتماء النقابي. هذه مؤسسة تحتقر قوانين البلد، تحتقر مدونات الشغل، تحتقر الاتفاقية الجماعية، وتحتقر المواثيق الدولية التي من بينها الحق في أن الصحفي والصحفية أو للعامل والعامل يختار النقابة لتتمثله ويتنقب. بماذا تفسرون طرد هذه الزميلة مباشرة بعد انتخاب المكتب النقابي؟ أليس هذا منتهى العبث بالقانون الوطني؟ أليس هذا منتهى الاستغلال؟ ليس لضعف الهيئات التمثيلية، هو لضعف إيمانهم بالقوانين بلادنا، هو لعدم إيمانهم بتقوية قطاع الاتصال وقطاع الإعلام، هو بعدم إيمانهم بالحريات النقابية. هؤلاء هذه هي صورتهم، وهؤلاء هكذا يتصرفون بالقمع والطرد وبعدم احترام القوانين. فين مشاو فلوس الدم؟ 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 مجرمون مجرمون. كنساندو حسناء الزميله ديالنا اللي هي كانت ضحيه ديال الطرد التعسفي، ولا وقفنا اليوم فوقفنا الى جانب الديمقراطيه وحريه التعبير واحترام الصحفيات والصحفيين، لان خلال واحد المده طويله مع صحافه الاحزاب عشنا هادشي ديال الاقصاء وديال الاستغناء عن الصحفيين، وكنا كنقولوا الحمد لله راه القطاع الخاص غادي يستثمر في ميدان الاعلام وغادي يحترم حريه التعبير وحريه الصحفي في التعاطي الى المهنه ديالو بكل حريه. ولكن لسوء الحظ ما عشناه مع الزميله حسناء هذا كيمرض بكل صراحه، واليوم احنا واقفين الى جانب حسناء وكذلك الى جانب حريه التعبير. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.